Okay, hello my dear students again. Today we are going to speak about water cycle. Water cycle. مستر يعني دو water cycle يعني دورة المياه. يعني ازاي ببساطة كده او ايه اللي بيحصل لان السحب دي تتكون. انت ممكن تسأل نفسك هو المطر ده بيحصل ازاي؟ يعني ازاي الامطار بتنزل؟ تمام؟ النهاردة هناخد إزاي السحب دي بتتكون، السحب بتتكون إزاي، وبعدين تنزل المطر، والمطر ده لما ينزل بيروح فين؟ لازم نفكر في الحاجات دي، ودي اللي بنسميها water cycle، water cycle. لكن لازم ناخد بعض الوردس أو الكلمات عشان نعرف الحاجات دي بتبقى إزاي. أول حاجة التبخر او التبخير، والتبخير ده اللي هو الايه؟ evaporation. evaporation. طب يعني ايه التبخير يا مستر؟ يعني لما تخش كده وبعدين تلاقي مثلا بتعمل حاجة سخنة وبعدين تشيل الغطا مرة واحدة تلاقي فيه ايه؟ بخار شبورة كده طلعت. هو ده يا مستر بنسميه ال evaporation. تمام؟ ده التبخير او البخار. اما التكثيف، تكثيف الشيء او يتكثف، ده بنسميه condensation. condensation. وبعدين هطول المطر، يعني المطر ينزل بغزارة او كتير قوي قوي، فبنسميه precipitation. precipitation. والتراكم المية من كل حتة بنسميها accumulation. accumulation. تعال بقى نشرح الكلام ده وازاي بيعمل وازاي بيتكون وايه اللي بيحصل بالظبط. ده تعال نشوفه مع بعض كده بمنتهى البساطة جدا اللي بيحصل بالظبط معانا بمنتهى البساطة يا مستر. اهو هناخد مثلا دلوقتي نبتدي يا مستر نرسم الصن بتاعتنا او الشمس. الشمس دي يا مستر لما بتشوف الشمس بتشرق بقوة بيبقى عندي تحت هنا في البحر اهو، تعال ناخد خط كبير ده لو احنا مستر قلنا عليه اهو رسمة بحر اهي. ايه اللي بيحصل يا مستر عندي؟ خد بالك بقى من اللي هيحصل، انه الشمس لما بتشرق تمام بتكون اشعتها قوية جدا، وبالتالي بتنزل الاشعة دي الحمراء اهي او القوية على البحر. فيحصل ايه في البحر؟ يحصل ان البحر من السخونة يطلع ايه بقى؟ اهو يحصل ان في حاجة اسمها تبخر. التبخر ده من ايه؟ من الحرارة اللي هي الورمينج على السي على البحر يطلع التبخر. في الحالة دي يا مستر التبخر دوت لازم يكون ايه يا مستر؟ لازم يكون اسمه ايه بقى؟ الايفابوريشن. يبقى التبخر ده جه منين؟ ان الشمس اصدرت الاشعة بتاعتها القوية اللي هي الساخنة جدا على البحر، فالمية حصل لها ايه؟ تتبخر. فبنسميها يا مستر الحالة دي اهو evaporation. evaporation. سهلة كلهم سهلين لان هم في الاخر كلهم شن. اوكي؟ طيب evaporation. بعد كده يجي بعد كده البخار ده بقى لما يطلع، يطلع يروح فين؟ ها البخار ده لما يطلع يطلع يروح فين؟ طبعا هيمشي في الايه؟ في السكاي الكبيرة قوي، بس برضو هيكون ايه بقى؟ هيكون حاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة المهمة دي؟ ايوه السحب يا مستر، او هيكون السحب. السحب دي بقى لما تتكون، لما تتكون يا مستر تمام يحصل ايه بقى في تكون السحب دي او في الكلاودز؟ يحصل ايه؟ يحصل عملية الايه يا مستر؟ التكثف. التكثف دي يعني الـ الـ السحب دي تشيل المية اللي طالعة، فبتبقى المية دي متكثفة أو تقيلة قوي، فبنسمي الحالة دي condensation. الكون
condensation. اوكي يبقى خد بالك بقى من الاول تاني، الشمس تنزل بالاشعه بتاعتها الورمنج اللي هي الدافيه، تطلع حاجه اسمها ايفابوريشن التبخر، وبعد كده التبخر ده يطلع في السماء هيتكون فين وهيتجمع فين؟ هيتجمع في حاجه اسمها السحب او الكلاودز. التجمع ده بنسميه ايه؟ كوندنسيشن. طب ايه بعد كده يا مستر بعد الكوندنسيشن؟ يحصل بعد كده لما السحب دي تتجمع قوي وتتملي بالميه، اهي وتتجمع مع بعضيها، يحصل ان هم يقربوا جدا من بعض، فيحصل حاجه اسمها هطول الامطار. يعني ايه هطول الامطار؟ يعني زي ما انت بتشوف كده في الشتاء وتلاقي المطر ماله نازل قوي جدا اهو. طبعا اكيد انت شفت الكلام ده، فلازم تسال نفسك هو المطر ده جاي منين؟ مين اللي انا بقوله لك ده بالظبط؟ فهطول الامطار ده بقى بنسميه ايه يا مستر بالانجلش؟ precipitation. هطول الامطار ده بنسميه هنا precipitation. اوكي طيب تعالى كده يا مستر ناخد لون مختلف اهو، او اللي احنا كنا كاتبين بيه قبل كده، ونكتب يا مستر ان هطول الامطار ده precipitation. لو خدت بالك برضو هتلاقي هي سهله جدا، كله في الاخر زي ما احنا متفقين. تمام. اخر حاجه بقى يا مستر، لما يحصل انه المطر ينزل، وكلمه هطول الامطار يعني ينزل بغزاره بقوه، تاني نرجع نعيد نفس الكلام، ان الميه اللي بتنزل دي من المطره بتروح فين؟ في منها بيروح على الارض، وفي منها بيروح على الانهار، وفي منها بيروح على البحار. دي بنسميها ايه؟ تجمع الماء مره اخرى. فهينزل تاني اهو، بص شوف السهم هيبقى عامل ازاي. بص هينزل تاني اهو، المطر هينزل فين؟ هينزل تاني اهو على البحر. تمام. في الحاله دي يا مستر هنسميها ايه؟ هنسميها هنا accumulation اهو يا مستر. طب ايه يا مستر accumulation اللي هو يا مستر ايه بقى؟ تجميع الايه الامطار. تعالى بقى لما تجميع الامطار ينزل في البحر، تمام، ايه اللي يحصل تاني؟ لو انت بقى شاطر وكنت مركز معايا هتقول بقى لوحدك ايه اللي يحصل؟ تطلع الشمس كمان مره، ها، فتنزل على البحر. فايه اللي يعمل على البحر؟ البحر يعمل ايه؟ يعمل وورمنج، يعمل دفء، فيتبخر، تتبخر الماء مره اخرى. تقول لي طب يا مستر طب ازاي؟ قلت لك عشان تشوف القصه دي هتخش المطبخ لماما، وبعدين وهي بتعمل اي اكل اول ما بترفع الغطاء ايه اللي بيحصل؟ ها لو الاكل سخن بتلاقي بخار ميه طلع كده مره واحده. هو ده بقى يا مستر. طب البخار الميه ده طلع منين؟ انها كانت حاطه ميه وبعدين في النار شغاله على الميه دي، فلما كشفت الغطاء ايه اللي حصل؟ طلع بخار الماء. فلو انت خدت بالك تلقى بخار الماء يطلع اللي هو التبخير، والتبخير ده مثل هو الايفابوريشن. وبعدين يطلع فوق يتجمع فين؟ ها يلا انت اللي هتقول بقى، يتجمع في الكلاودز زي مثلا اللي هي السحب. وده اللي احنا لما يحصل تجمع لهذه ال 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 البخار ده يا مستر فوق يبقى اسمه كوندنسيشن. وبعدين يحصل ايه تاني يا مستر بعد كده؟ يجي بعد كده تمتلئ هذه السحب، تمام، ومن الميه اللي طالعه من البحر مع التبخير، تمام، فيحصل حاجه اسمها ايه؟ المطر ينزل. المطر لما بينزل يا مستر زي ما احنا عارفين بينزل في فصل الشتاء، بينزل منين؟ ايوه بينزل لما السحب دي تتملي وتقرب من بعض قوي، فيحصل حاجه اسمها ايه؟ هطول الامطار يا مستر اللي هو precipitation. وبعدين يحصل تاني لما المطر ده ينزل يحصل تاني ايه؟ يتجمع تاني فين؟ على الارض او في البحيرات او الانهار، ونسميه ايه بقى التجمع ده؟ accumulation. اوكي. جزء براكتس على اللي احنا خدناه. ادي يا مستر الصوره قدامك اهي. طيب ايه يا مستر ده البحر عادي خالص اهو. وبعدين لو انت مركز معايا هنا هتلاقي هنا يا مستر ايه ده؟ ده اول جزئيه عندنا اللي هو التبخير.
يعني ببساطة الشمس يا مستر طلعت، تمام؟ اهي فين الشمس؟ ايوه اهي يا مستر طلعت. فين يا مستر الاشعه بتاعتها؟ اهي على البحر اهي. فيحصل ايه؟ يحصل تبخير. طيب اللي هنا يا مستر احنا بنسميه ايه؟ ها ايوه ايفابوريشن. ايفابوريشن ده التبخير. طيب وبعد كده يطلع فوق يتجمع في السحب، يتجمع في السحب اللي احنا بنسميه ايه يا مستر؟ ايوه كوندنسيشن اللي هو التكثف. كوندنسيشن. وبعدين يا مستر يحصل حاجة تاني لما يتجمع في السحب، يحصل الأمطار. الأمطار، الأمطار دي لما تنزل هتنزل فين؟ تنزل طبعا في البحار والأنهار زي ما احنا قلنا وعلى الأرض. طيب هنا يا مستر العملية دي اسمها ايه؟ ان هي تنزل، ايوه بنسميها هطول الأمطار. هطول الأمطار يا مستر اللي هي اسمها ايه؟ precipitation. 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 طيب بعد كده، بعد ما تنزل الأمطار بقى كلها تتجمع في حتة، قلنا بقى تتجمع في البحار والأنهار وعلى الأرض. طيب تجميع المياه ده بنسميه ايه؟ accumulation. accumulation. اوكي accumulation. تمام اوكي كده يا مستر اعتقد ان دي سهله جدا بالنسبه لك دلوقتي. اوكي كده شوف دي الاربع حالات اهمت وشوف انت فهمت معايا ولا لا. ان ايه تمام بيحصل ايه بقى؟ the water goes into the earth river and the sea. ان الميه بتنزل على الارض، ركز معايا، وعلى الانهار وعلى البحر. دي اسمها ايه بقى الحاله دي؟ اسمها ايه؟ بينزل، لسه مش هيتجمع، هو لسه بينزل. يبقى ها ايفابوريشن؟ لا طبعا يا مستر. كوندنسيشن؟ لا. امال ايه؟ ايوه بريسيبيتيشن. برافو. بريسيبيتيشن. اوكي طيب نمبر 2 ان ايه ذا ووتر جوز انتو ذا سكاي. ذا سكاي هنا معناها ايه؟ يعني الميه بتطلع فوق ها للسماء. دي اسمها ايه؟ ايوه التبخير يا مستر اللي هو الايه؟ ايفابوريشن. ايفابوريشن. اوكي نمبر 3 ان ايه ذا ووتر كومز توجذر تو ميك كلاودز. بيتجمعوا كلهم مع بعض ويعملوا السحب اللي هي احنا بنسميها ايه يا مستر؟ ايوه كوندنسيشن. برافو. كوندنسيشن. اوكي اخر حاجه طبعا ان ايه ذا ووتر فولز اون ذا سي اند ايرث. بعد كده المايه ترجع تاني وتتجمع في البحر والمحيطات والحاجات دي فبنسميها accumulation. اوكي ثانك يو ماي دير ستودنتس.